الراديو 90 90، هواها مصر. السلام عليكم ورحمة الله تبارك وتعالى وبركاته. مرحبا بكم أخوة الإيمان والإسلام في لقاء جديد من برنامجكم لعلهم يفقهون، وإحنا على راديو 90 90 بنتمنى أن تكونوا جميعا بخير ونعمة وفضل. التليفون بتاعنا 2-18-10-8-66، الاس ام اس بتاعنا 1-90-9. هقول لكم احنا شغالين زي ما اتفقنا مع بعض كل جمعة مع بعض في التفسير البياني للقصص القرآني. تمام. التفسير البياني للقصص القرآني، والحقيقة أنا اتكلمت عن أهداف القصة القرآنية وأنواع القصة القرآنية وطريقة الحبكة الدرامية في القصة القرآنية وطريقة التنوع في القصة القرآنية وإسلوب المفاجأة في القصة القرآنية، وآن الأوان للشروع في المقصود. علشان كده هبدأ معاكم الحلقة دي بإني أنا نفسي أكون ضيف. ضيف مين؟ ضيف عالم لغة ومذيع وإعلامي، حاجات كتيرة جدا اللي انتوا سامعين الهمهمة بتاعته دلوقتي في أقدم لكم الدكتور محمد خالد. الدكتور محمد خالد الحقيقة هو إعلامي حاصل على الدكتوراه في اللغة العربية، والحقيقة انتوا بتشوفوه في نشرة الأخبار وبالذات نشرة 9 في التلفزيون المصري، وبتشوفوه في وبتسمعوه في وبتشوفوه في قناة الشارقة، وخاصة الحلقات الشهيرة بتاعة الدكتور فاضل السامرائي. راجل أديب لغوي متمكن، فضلا عن أنه إعلامي كبير جدا، له وزنه وله قامته، وحيكون حوار حول البيان القرآني والقصص القرآني إن شاء الله تستمتعوا بي. أقدمه لكم، أهلا وسهلا ومرحبا. أهلا بيك شيخنا وتاج راسنا وسيدنا فضيلة الشيخ الإمام المجدد خالد الجندي، وإن كنت لا أستحق كل هذه التقدمة، لكن أنا بعتبر حضرتك بالفعل من الأئمة المجددين. قبل ما أبدأ الحوار، ليه بقى؟ ليه؟ لأنه عندي علماء تحفظ النصوص، وعندي علماء تعرف الواقع وليس لهم علاقة بالنصوص، ومن يحفظ النصوص ليس له علاقة بالواقع، فيقرأ النصوص في بيئتها القديمة ولا يستطيع أن يسقط النص على الواقع ليصلحه. الله سبحانه وتعالى آتى فضلتك هذه الرابطة فتستطيع أن تسقط النص على الواقع. النقطة الثانية بقى، التواضع الجامل اللي حضرتك فيه، وده شأن العلماء دايما، يعني مثل حي للعالم العلامة بالفعل، تسوق المعلومة بسهولة ويسر. لغتك جميلة جدا على فكرة، بسماء توفيق الحكيم اللغة الثالثة، هي عامية المثقفين، تجمع بين الفصحى وبين العامية، ليست بالمتقعرة ولا المبتذلة الركيكة، تجمع بين هذا وبين ذاك. والأهم والأخير بقى، أن فضلتك بتربط القرآن والحديث بالواقع اللي احنا عايشين فيه، فأنت بتعيشني جوه القرآن والحديث. مهمة مش بالنسبة لي، مش مسألة كتب مقدسة فقط، لا، بالنسبة لي منهج حياة بالفعل. وبصل لقناعة كل ما أشوف حضرتك وبسمعك أو بقرأ لك، أنه أنا لا مناص من الله، لا ملجأ ولا منجا إلا إلى الله. مش هنعرف نصلح الواقع إلا بالقرآن والسنة، لكن بأسلوب شيك وبأسلوب جميل. ربنا يزيدك من فضله ومن كرمه. شكرا وغفر الله لي ما لا تعلم. تفضل. تستحق. بخصوص قصة آدم صلى عليه السلام، أنا عايز أقف معك على الإشكالية الأول. لماذا تعددت مشاهد القصص القرآني في معظم سور القرآن الكريم؟ ألا يعتبر هذا تناقض أو تعارض أو تكرار لا طائل منه مثلا؟ ولماذا لم تأتي القصة كاملة في مكان واحد كما حدث مثلا مع سيدنا يوسف مثلا؟ باعتقاد فضلتك لماذا؟ لا، ده هو المخالف لمنهج القرآن. هو ما حدث في سورة يوسف، إن القصة كلها ذكرت ورويت من أولها إلى آخرها في سورة واحدة. صحيح. هو كأنما أراد الله تبارك وتعالى أن يوصل برسالة مؤداها أنه يستطيع أن يفعل ذلك لو أراد. إنما إذا تناثر القصص القرآني داخل آيات السورة، أيوة، السور القرآنية، هذا الكلام يدل على أن المراد منه ذكر الواقعة أو القصة الملائمة للهدف الشرعي أو العقدي الذي يسوقه القرآن. لأن احنا قلنا القرآن ثلاث أقسام،
قلنا تمام. ايه توحيد وتشريع وقصص. الجزء التوحيدي زي قل هو الله احد والهكم اله واحد، الله لا اله الا هو الحي القيوم. التشريعي زي يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه، اذا طلقتم النساء، يا ايها النبي اذا طلقتم النساء، الى اخر الايات. فالجزء التشريعي والجزء العقدي بيتخدموا بايه؟ بالجزء بتاع القصص اللي هو الثالث بقى. علشان يتخدموا بيه لابد ان يحصل ما يسمى بالتطعيم. التطعيم بحيث انه يطعم الجزء التشريعي او الجزء العقدي بالقصص. يعمل ايه بقى في الحالة دي؟ بيديك المثل والعبرة، المواقف والمشاهد بس. ايوه المواقف والمشاهد عشان تاخد العبرة والعظة بحسب ما يقتضيه السياق تقصد حضرتك. فتتشجع على التكليف، تتشجع على التكليف. تمام، خدت من حضرتك. زي ما انت ما بتيجي تحكي لابنك أو بس من غير مقاطعه شيخنا، ما هو قد يبدو تعارض في هذا وذاك. ليه؟ مثلا احنا بصدد الكلام عن ابينا ادم عليه السلام. وإذ قال ربك للملائكه اني جاعل في الارض خليفه. طب ما ربنا قال في مكان تاني اني خالق بشرا من طين. هسال، هو خالق ولا جاعل؟ الاثنين. وقال خليفه وقال بشرا من طين. الله يفتح عليك. ويعني ليه التغير والذي يبدو ظاهريا ان فيه تناقض وفيه مشكله؟ هو قال ايه بالظبط ربنا؟ لما المولى سبحانه وتعالى يقول جاعل ويقول خالق، ما فيش تعارض ما بين الاثنين ابدا. لانه خالق باعتبار ما سيحدث، باعتبار ما حدث، اما جاعل باعتبار ما سيحدث. يعني ايه؟ الخالق المولى سبحانه وتعالى قرر خلق انسان. تمام. والخلق غير الجعل. سليم. لان ايه الفرق؟ ما هو الفارق بين الخلق والجعل؟ ده سؤال جميل جدا. ده عارف الخلق بعض معجمات اللغه بتقول الخلق قد يكون على مثال سابق، انتم تخلقونه ام نحن الخالقون. انما الجعل على غير مثال سابق. الجعل تحويل. والخلق تشكيل. تمام. الخلق تشكيل صورة، طين بقى يعني. أيوة طين طبعا. وصلصال وحماق مسنون، زي ما قال اني خالق مرح. بشرا من طين، من طين. الخلق ده عبارة عن ايه؟ هو تكوين صورة، انما التحويل جعل الشيء في صورة كذا، زي العناصر الموجودة في الطبيعة، عنصر غازي وعنصر صلب وعنصر سائل. لما تجعل العنصر الغازي في صورة سائلة تحت عوامل الضغط والتبريد والتكثيف وخلافه، هذا الكلام مفهوم كيميائيا وفيزيائيا، يعني مسألة معروفة عند العلماء. الجعل تحويل والخلق تصوير. ده تحديدا بس لاستخدام المصطلح ونبقى عارفين ايه الخلق عبارة عن ايه. الخلق التصوير ينفخ فيه الروح او ما ينفخش، دي مرحلة اخرى. تمام. دي مرحلة أخرى. فأنا يعني هنا برضو إني جاعل في الأرض خليفة من هيحوله. أيوة. هيحوله. أيوة طبعا. ويخلقه. يعني الجعل قبل الخلق. أنت عارف ليه خليفة حوله؟ لأن أنت لو قريت في مريم يقولك فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. إيه خلف من بعدهم دي؟ يعني إذا الخلافة، خلافة فلان يخلف فلانا. يخلف فلانا ده يقتضي التحول ويقتضي التبدل ويقتضي التغير ويقتضي التكليف. بس في هنا مشكلة. لما اجي اقول ان ربنا سبحانه وتعالى بيقول اني جعلهم في الارض خليفة، خلينا نقف معاك على تحرير الاول نزاع. هو لماذا هذا الحوار اصلا بين الله وبين الملائكة؟ هل يستشيرهم الله سبحانه وتعالى؟ لا، المولى لا. طب لماذا هذا الحوار اساسا؟ وسبحان الله قال في القرآن لا يسأل عما يفعل. يعني هو سبحانه وتعالى يفعل ما شاء كيف ما شاء وقت ما شاء وقت ما أراد. ونعم بالله. لماذا الحوار؟ لكن المولى سبحانه وتعالى ما من أحد الثناء أحب إليه من الله. الله عز وجل يحب الثناء. صحيح. المولى سبحانه وتعالى يحب الثناء، ولما يحب الثناء يحب أن يمن على عبده، ويحب أن يظهر نعمته على خلقه، ويحب أن يعلم خلقه بأثار نعمته وأثار خلقه. هو سؤال بسيط، هو ربنا محتاج للملائكة في شيء؟ لا. بيساعدوه في حاجة يعني؟ لا. حاشا لله سبحانه وتعالى. حاشا. إيه حكاية الملائكة؟ الملائكة
عايشة على ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. كأنما تلك هي الغاية التي خلقت من أجلها الملائكة، أن الله يحب الثناء. طب أنا عندي هنا مشكلة فضلت إيه؟ من قبل التشغيب بقى. إذن هو ربنا سبحانه وتعالى محتاج ثناء أي حد أساسا؟ لا، هو يحب ذلك. فارق بين الاحتياج والمحبة. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد، ماذا ذا ذلك في ملك الشيء؟ أنت تحب تشم عطر؟ آه أحب، لكن مش بالضرورة تكون محتاجه. بس أنا مركب مخلوق، أما الله هو الخالق. ما هو هناك فارق في الصفات بين الخالق والمخلوق دائما. يعني أنت حي صح؟ صحيح. والله حي ونعم بالله، فما تجيش تنفي صفة الحياة عن الله عشان حضرتك على قيد الحياة. أنت متكلم، الله متكلم، أنت تسمع، والله سميع، الله يسمع. ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. فإن ذكرت صفة فهي ليست كصفات الله عز وجل، فكل ما خطر ببالك الله أكبر من ذلك ونعم سبحانه وتعالى جل وعلا. وبناء عليه لما بنتكلم عن صفات البشر غير صفات الله عز وجل، دي بديهة يجب وضعها في الاعتبار في أي حديث عن الذات العليا سبحانه وتعالى جل وعلا. طب نيجي بقى لكلمة الملائكة. الملائكة دي مخلوقة ليه؟ ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. تمام. بس هم مجبورين شيخنا. نعم فندم. هم مجبورون، ما دي قضية أخرى. يعني يفعلون ما يؤمرون، لا يعصون الله ما أمرون. يبقى بطبيعة الحال حيجيب خلق جديد غير مجبر، بيسبح بحمد الله وبيقدس بحمد الله وبيتوب إلى الله، وما فيهوش حتة الإجبار. وديت على فكرة الاختيار فقط. أيوة الله يفتح عليك. دي بتدل على أن الإنسان كائن مختار مش مجبر كالملائكة. سليم. يعني الملائكة لا فضل لهم فيما هم فيه، فيكون لك الفضل إذا استطعت المعصية وأنت مستمر على الطاعة. طب ليه ما فهمش مثلا في قوله تبارك وتعالى بخصوص النقطة الخطيرة اللي فضلتك قلتها دي، إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقنا منها. لماذا لا نقول إن كل مخلوقات الله كانت مكلفة في الاختيار الأول قبل أن تعرض الأمانة على الإنسان، وخدها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا؟ هم اختاروا ألا يختاروا، يعني هم لم يكونوا مجبورين من البداية. أنا مش ضدك خالص، أنا موافق جدا على التعبير اللي أنت قلت. هم قد اختاروا ألا يختاروا، يعني هم قد اختاروا أن يكونوا مجبرين مسخرين. أحسن من الاختيار، أحسن خيرا لهم من أن يكونوا مخيرين ويسخر لهم الكون أجمعين. يعني الجبل قال له كده، تحب الكون كله يكون مسخرا لك بحيث تكون مكلفا؟ قال لا، أنا مش عايز أكون مكلف وأكون مسخر لغيري. سليم. يا بحر تحب تكون الدنيا مسخرة ليك وانت الآمر الناهي وانت مكلف؟ فالبحر قال لا، أنا مش عايز أكون مكلف، تمام، أكون مجبل على الشيء. لا، أنا عاوز أقول لك على حاجة. تفضل. احنا بنعملها في الدايت اللي هو نختار بقى ناكل يوم ما ناكلش ايه. انا لما بختار كلنا بنفشل في الدايت الا من رحم ربك، يعني لما وقليل ما هم لما الدكتور يقول لك ايه، يا ريت تبعد عن السمين، تبعد عن النشويات، تبعد عن المكرونة. بصراحة ما بنقدرش، علشان كده بنلجأ الى اسلوب الاجبار. فبنقول ايه، لو سمحت يا بتقول لمراتك، يا لو سمحت يا مدام ما تحطيش قدام مني طبق مكرونة. لو سمحت يعني عاوز ارجع البيت ما لقيكيش عاملة رز. شوف انت عاوز تحط نفسك في زاوية ايه، الاجبار. حتى يتحقق لك ما تختار. جميل. اما اذا رضخت لرغباتك ورضخت لنزواتك ورضخت لاختياراتك، فربما يضعف امرك ويصير امرك الى الهوان والزوال. طيب فضلتك تفضلت انه الجعل، ان جعلهم في الارض خليفة، انه الجعل بيحوله من حاجة لحاجة تانية. طب ربنا لما كان بيقول لسيدنا ابراهيم اني جعلك للناس امامة، حوله من ايه لايه؟ هو بشر، هو بشر، ما تحولش من حاجة. حوله من مستقيم في حاله الى مستقيم داعية لغيره، ومن مؤمن في نفسه الى مؤمن يقود العالم ويقود الارض الى التوحيد. ومن إنسان لا يأمر بمعروف ولا ينهى عن منكر إلى داعية يأمر بالمعروف ولا ينهى عن منكر ويدعو إلى الخير. جميل. طب لماذا يستخدم أرسلنا مع كل الأنبياء التانيين إلا سيدنا إبراهيم بإني جعلك للناس إماما؟ لأنه هو أرسلناك إماما، وهو أبو الأئمة، هو إمام الأئمة. لأنه سيدنا إبراهيم لوحده كان المؤمن الموجود على وجه ده لوحده، عشان كان معاه سارة. لا يعني قبل التكليف،
قبل التكليف قبلها. سيدنا إبراهيم كان أول مؤمن على وجه الأرض، والأرض كلها تغص بالشرك والوثنية، والناس كانوا منقسمين إلى ثلاثة أقسام: قسم بيعبد الملك، وقسم بيعبد النجوم، وقسم بيعبد الأوثان. وفوجئنا بعبد الله إبراهيم ونبي الله إبراهيم الوحيد الذي وصفه الله بأنه كان أمة لوحده عليه الصلاة والله وسلامه. فبطبيعة الحال اللي يقتضي يبقى جاعلك فعلا، يبقى جاعلك وما ينفعش مش أرسلت، مش أرسلناك، لأنه لو أرسله هتلاقي إن سيدنا إبراهيم لا يرسل لحد. عاوزين إن إحنا نتحلى نتحلى بإيه؟ نتحلى بالثقة في أن الله سبحانه وتعالى إذا خيرك في أمر فهو يعلم مكنتك ويعلم قدرتك على أنك تستطيع أن تنفذ ذلك الأمر وتستجيب لذلك التكليف. فالمولى سبحانه وتعالى لا يكلف العبد إلا فيما يقدر عليه. نسأل الله أن لا يكلفنا إلا ما نقدر عليه. ورجعنا لكم مرة تانية أعزائي المستمعين في كل مكان والزمان، ولعلهم يفقهون راديو 90 90، تليفوننا 2-18-10-866، SMS 1-90-9. نجدد التحية محمد خالد، أنا في ضيافة صاحب الفضيلة العالم العلامة والحبر الفهامة وسطة عقد العلماء سيدنا مولانا فضيلة الشيخ خالد الجندي. مرحبا فضلتك مرة تانية شيخ. أهلا وسهلا ومرحبا بك يا دكتور. أنا عندي سؤال بقى، كنا قبل الفاصل على طول بنتكلم فيه جاعل وخالق، وفضلتك تفضلت في الفرق بينهما، وبعدين طرحنا كلمة تانية قال ربنا قال أرسل وأرسلنا. طب ما هو قال وابعث فيهم رسولا منه صلى الله. إذن استخدم أكتر من لفظ لإرسال النبي. نعم. كيف نفهم مع أنه آدم برضو نبي عليه السلام كذلك. لماذا استخدم جاعل مع آدم حال وجوده في الأرض، مع أنه مع الأنبياء زي سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قال وابعث فيهم رسولا منه؟ الله يفتح عليك. بص، كلمة جاعل ديت لا تقتضي رسالة ولا إرسال، ولا تقتضي منهج شرعي ولا منهج عقدي ولا خلافه. كلمة جاعل هذا الأمر التقديري التكويني، الإرادة الكونية القدرية الإلهية التي يكون بها الأشياء ويجري بها ما شاءت حكمته سبحانه وتعالى جل وعلا، دية الخاصة بالجعل. جعل إنما بدون رسالة بدون نبوة خالص لا علاقة لها لا بالرسالة ولا بنبوة. إنما بقى كلمة النبوة أرسل، نبأ، أخبر، بعث. طيب لما تيجي تتكلم عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاعلم أنك تتكلم عن مجمع الرسالات عليه الصلاة والسلام، وعن مجمع الكمالات، وعن مجمع الأسباب التي من أجلها بعث الأنبياء لرسلهم والأنبياء لأقوامهم. تمام. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد اكتملت فيه العلل والفضائل التي من أجلها بعث النبيين وبعث المرسلين. الحقيقة بعث النبيون وبعث المرسلون. الحقيقة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما نتحدث عن ما من تجربة مر بها نبي إلا ومرت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما من منقبة اتصف بها مرسل إلا وأخذها وحظي بها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا لا تدهش إذا تكلم عن النبي أنه أرسله أو أنه بعثه. تمام جميل. طب ربنا بقول إني جاعل في الأرض خليفة. قبل ما انسى فاكر الآية، افتكر معايا الآية كده اللي حضرتني الآن. تخيل حضرتك، شوف أسباب أو صفات المبعوث رحمة العالمين، وبقولوا إيه؟ يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا، أدي واحد، ومبشرا، أدي اثنين، ونذيرا، أدي ثلاثة، وداعيا إلى الله بإذنه، أدي أربعة، وسراجا منيرا، صلى الله عليه وسلم. تخيل جميل، مش ممكن يعني. يعني ما في منقبة، وما في مزية، وما في هدية، وما في سبيل، وما ولا يوجد سبيل مدح إلا وأحظي به صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. لما ربنا فضلك الله شيخ، لما ربنا بيقول للملائكة إني جعلهم في الأرض خليفة، أنا أتوقف عند خليفة. الخليفة كما تقول معجمات اللغة العربية هو الذي يخلف الآخر حال موته أو رحيله أو غيابه. هل خليفة هنا خليفة الله أم ذرية يخلف بعضها بعض؟ وهل يجوز أن يبقى الإنسان خليفة الله في الأرض؟ مع الوضع في الاعتبار تعريف معجمات اللغة العربية للخليفة. طيب حاضر. لما نتكلم بقى في معجمات اللغة ديت، مشكلة أو مصيبة بيقع فيها الكثيرون. تمام. وهي قصر أسلوب القرآن على ما أتت به معاجم اللغة. أو ليس باللسان العربي المبين؟ المعاجم اللغة واللسان العربي المبين
الحكم عليه هو القرآن المبين، لأننا نؤمن أن القرآن هو الحكم على اللغة وعلى المعجمات. لكن اللغة قبل القرآن شيخنا، ولكن رصد وتحليل وفهرسة وتدوين أصحاب المعاجم اللغوية ليس بالضرورة أن يكون مقدسا منزلا من قبل السماء. يعني ما ورد في مختار الصحاح أو في المصباح المنير أو في لسان العرب أو في أي تاج العروس أو في تاج العروس أو خلافه هو الحقيقة ليس مقدسا. ننتبه لهذه المسألة. يعني ربما يأتي القرآن باستعمال لم تألفه العرب للكلمة. هو في حاجة اسمها وبشر الصابرين. هو انت راح تبشر واحد بمصيبة فبشره بعذاب أليم، ازاي يقول وإن يستغيث يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه؟ يغاثوا ازاي بقى؟ ازاي يغاثوا في حاجة اسمها ذوق انك انت العزيز الكريم؟ ازاي يقول لي واحد ذوق انك انت العزيز الكريم وهو بيتضرب في نار جهنم وبيتلعن في نار جهنم؟ طب ازاي توبيخ وسخرية. يعني معنى كده استخدام القرآن للمفردات اللغوية ده استخدام غير مألوف. هو في حاجة اسمها كاف هي عين صاد؟ هتعلم معاجم اللغة. أنا مش موجود. ألف لام ميم مش موجود. اديني ألف، اديني حاميم، اديني صاد، مش موجودة. بس دي خصوصية استعمال قرآني أو سمات خاصة بالقرآن الكريم. لكن خليفة ما هو بيخلف واحد تاني، ده المنطق ده. لا صح ولا خطأ؟ لا خطأ. ليه بقى؟ ليس قاصرا على هذا المعنى. خليفة قد يكون مستخلفا من هذا المستخلف. يبقى فيه مستخلف اسم فاعل ها؟ ومستخلف اسم مفعول. يبقى في مستخلف ومستخلف. المستخلف هو الله سبحانه وتعالى، والله لا يموت ولا يمرض ولا يتعب ولا يجهد ولا 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 ولا. طب لماذا قل خليفة؟ إذا كيف يكون الإنسان خليفة الله والله موجود؟ أي مكلفا. الخلافة هنا بمعنى التكليف. إني جعله في الأرض مكلفا بإقامة أمور الخلافة في أمر من الأمور. هذا الكلام وارد، وهذا الكلام من الممكن أن يأتي بشكل لطيف. فكلمة يعني يبقى خليفة عن الله سبحانه وتعالى في الأرض. نعم الكلام. شوف انقسم العلماء في كلمة خليفة عن الله إلى قسمين. الأول. قسم رفض على 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 قياس ما أتت به المعاجم اللغوية. تمام. على أن الله لا يمرض ولا يموت، فكيف يكون آدم خليفة عن الله والله لا يتحول ولا يتبدل ولا يتأثر ولا يتغير ولا يتعب ولا يمرض إلى آخره. سليم. فرفضوا فقسم رفض أن يكون خليفة عن الله في الأرض. أما الخليفة يعني إيه إخوانا؟ الخليفة أن يخلف بعضه بعضا. وكذلك جعلكم خلائف في الأرض. فخلف من بعدهم خلف. مش كده؟ عشان كده بس خلف هنا على فكرة تتم للسيء فقط وليس للحسن يعني. مش كده بعدين معاك. لماذا خلف مش خلف؟ في خلف وفي خلف. ايه بقى الفرق؟ عشان انا بقولها لاولادنا كده لما عاوز تفهم يعني ايه خلف. ايوه. للخلف در. هنرجع ورا تاني. بالظبط. في خلفة يبقى ده مش حلو. في خلفة ترجع لورا. ده مش حلو يعني. الخلفة اللي ما بتصليش والخلفة المنحرفة والخلفة اللي بتتبع الشهوات. أيوة. ديت هيرجعونا لورا 100 سنة. عشان كده سماهم خلف. فخلف من بعدهم خلف. أضاعوا الصلاة. باك تو باك. واتبعوا الشهوات. فخلف من بعدهم خلف. شوف التعبير القرآني في سورة مريم عجيب. بديع. إنما خلف تقال عن الذرية المباركة الأخيرة. طب خليفة هنا تقتضي الخلف والخلف؟ تقتضي الاثنين أم تقتضي واحد؟ الاثنين طبعا. الاثنين. نعم. طب لما لا تكون خليفة هنا مثلا للأنبياء والمرسلين فقط؟ لأنهم يبلغون عن رب العزة وبالتالي يوصلون رسالة الله إلى خلق الله. مش هتقدر تمنعها عن الذرية التي أخلفها هؤلاء الأباء والمرسلين. بغض النظر عن رأيي ورأيك فيهم أو تكونهم العقدي. لكن هو في النهاية الكلمة تحتمل الذي ينوب عن غيره. أيوة. وتحتمل الذي يخلف غيره. وما تحتملش تبليغ الرسالة؟ ما هو ديت ينوب. ينوب يبقى بيبلغ رسالة. دخل في ينوب هو. وكلمة ينوب يعني مثلا إيه؟ لما المولى سبحانه وتعالى يقول ما يطع الرسول فقد أطاع الله. طب إزاي؟ تعال نفهمها ونهضمها. ما يطع الرسول فقد أطاع الله. طب ده أنا شايفه الرسول صلى الله عليه وسلم يعني بشر يعني عبد لله سبحانه وتعالى. إزاي أنا طاعتي ليه ها هي طاعة لله؟ شفت دي أهدي اسم هو البوابة معه الرسالة هو معه التعليمات. شوف الحديث قال له عزتي وجلالي لو أتوني من كل طريق واستفتحوا من كل باب لما فتحت لهم حتى يأتوني من خلفك.
لا بالراحة بقى عشان استمتع كده. ايوه بالراحة كده عشان استمتع بقى. في الحديث القدسي الصحيح أيوة. يقول تعالى وعزتي وجلالي، وهو يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، يقول له ايه وعزتي وجلالي لو اتوني من كل طريق، لو الناس حاولت ان تصل الى الله من كل الطرق، لو اتوني من كل طريق واستفتحوا من كل باب، اي طلبوا على الله عز وجل ان يفتح لهم الابواب لما فتح الله لهم هذه الابواب، ولما يسر لهم ذلك الطريق الا اذا اتوا الى الله خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن بهذا المنطلق يقول الرسول صلى الله عليه وسلم هو باب الله، هو باب الله الذي اراد الله عز وجل ان يكون مفتوحا على رحمته، مفتوحا على مغفرته، مفتوحا على جنته، مفتوحا على عفوه، مفتوحا على توبته. فمن أراد أن يصل إلى الله من كل طريق أو يطرق على الله كل باب، والله لن يصل إلى الله ولن يفتح له هذا الباب إلا إذا أتى إلى الله تبارك وتعالى خلف رسولنا الكريم صلوات الله وسلامه عليه. وأنا والله يحضرني ومما زادني شرفا وعزة وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. ورجعنا لكم مرة تانية على راديو 90 لعلهم يفقهون، محدثكم محمد خالد في ضيافة العالم الجليل واسطة عقد العلماء صاحب الفضيلة العالم العلامة مولانا الشيخ خالد الجندي. تليفوناتنا 2-18-10-866 SMS 1-99-9. عودنا على بدء شيخنا بقى، يلا في قوله تبارك وتعالى إني جاعل في الأرض خليفة. جاعل جاءت بصيغة الاسم، أيوه. ليه ما جابهاش فعل؟ أجعل مثلا أو جعلت سأجعل، إيه الفرق بين الاسم والفعل؟ مع أنه مثلا يقول الذين آمنوا ده اسم، وبشر المؤمنين ده فعل وده اسم. إيه الفرق بين كده وده؟ هو الحقيقة جاعل هذه تفيد أنه أمر مبتوت فيه، أمر قد انتهى وقرر فيه، أمر. وده على فكرة كلمة جاعل دي بقى الله يفتح عليك تدل على إنه الحوار مع الملائكة ما كانش استشارة. لو كان استشارة أيوة. إني سأجعل، إني يعني أجعل في الأرض خليفة، أو قد أجعل في الأرض خليفة، يبقى في استشارة. الله لما يقول جاعل الكلام انتهى، تحقق وثبوت، خلاص انتهى، ما حدش يتكلم إني جاعل في الأرض خليفة. نعم، خدت بال حضرتك؟ فهي كلمة جاعل جاءت على الإسمية لأنه دائما الجملة الإسمية تدل على الثبوت وتدل على الاستقرار وتدل على التمكن وتدل على الوقوع. أما الجملة الفعلية تدل على التحول والتغير وعدم الثبات. خدت بال حضرتك؟ يبقى هنا تحقق وثبوت، وكأن الله لا يشيء، لا يشاور أصلا، لا يشاور ولا. لا سبحانه وتعالى يبلغهم بقرار، يبلغهم بقرار. هذا هذا الإبلاغ ليه تم؟ هذا ده أنا كنت هفهم من حضرتك أن الحوار اللي دار بين ربنا وبين الملائكة عشان نتعود أو نتعلم منه المشورة مثلا. لا، دي الذي يتهم الآية بالمشورة يسيء إلى الذات العليا، يسيء إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الذي يشاور غير، أصل كلمة الفعل بشاور أصله. طب بس سمح للملائكة بالكلام شيخنا. حاضر، بس هقول لك الأول الكارثة في الفعل يشاور إيه؟ ينقصه الرأي. لا، أو يحتاج. أيوة، أصل الكلمة إيه؟ جاي من شار العسل، إذا جناه اللي بيدخل على خلية النحل وبياخد بيقطف العسل بتاعها، زي كلامك كده. الله يستر. نعم، أخجلتني يا زيش. فشوف، في شهر العسل يعني جان العسل. تمام. كأنما الذي يشاور غيره يأخذ عسل عقله إلى عقله. الله، بديع. شوف الله. ده أصل الكلمة. عشان كده بيقول لسيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. خد أحلى حاجة يعني، خد، يا سلام، الآية دي بتقول لك ده كمان ربنا بيمدح الصحابة أن قالهم كلام سديد ومسدد. طبعا هو لا، هو الآية دي عشان تبقى فاهم، وقوله تعالى وأمرهم شورى بينهم، وعندنا سورة اسمها سورة الشورى إلى آخره، بتثبت إيه؟ إن كل إنسان فيه الصالح والطالح، كل إنسان فيه الحلو والرديء، كل إنسان فيه الحسن والقبيح. يا أخي خد مني أحلى حاجة وسيب أوحش حاجة. أنت لقيت شيخ مثلا، شيخ، مش هتكلم بقى عن أي حاجة، شيخ بيقول لك كلام حلو وكلام لطيف وكلام، ومثلا عرفت عنه حاجة ضايقتك،
أو شفت عنه حاجة أو ليه رأي ضايقك أو ليه فتوى مش عجباك، خد منه أحسن ما فيه واترك أسوأ ما فيه. خد منه اللي كل واحد يقولك لا 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 الشيخ فلان ده أنا مش هسمع له، ليه يا أستاذ؟ يقولك مش ده صاحب فتوى كت وكت وكت وكت. طب يا سيدي ناحية هذه الفتوى جانبا وخد بقية علمه اللي انت. إنما عطلنا نفسينا، عطلنا نفسينا عن علماء كتير وعن أدباء كتير وعن شعراء كتير وعن صحفيين كتار وعن إعلاميين كتير وإلى آخر يعني في مجالات الحياة. كل إنسان يقول لك إيه من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط. طب إن جعلهم في الأرض خليفة، الله سبحانه وتعالى قال في آية تانية ودي إشكالتنا مع قصص القرآن عشان نفهمها، إني خالق بشرا من طين. هو خليفة ولا بشر من طين؟ اجتمعت فيه الصفتان وجمعت فيه الجبلتان وحدثت فيه الخلتان. أما من ناحية أنه من طين فهذا هو أصل التكوين، وأما من ناحية أنه خليفة فهذا أمر يقبله اللسان القرآني. يلا ديني بعدت عن المعاجم اللغويه بتاعتك لحد منينك دي. ما اجمل لسان القران طبعا. نعم يقبله اللسان القراني من ناحيه ويقبله العقل، ويقبله العقل بتاويل. ما هو التاويل؟ ان يكون ان تكون الذريه التي تاتي من بعدي خلفاء لبعضهم البعض. تمام هذا كلام ياتي كتاويل لطيف. واذا خليفه ان يخلف بعضه بعضا كالأجيال. وبشر من طين، وبشر من طين من اصل التكوين، ما احتملش حد تاني يعني. لا 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 هو ادم واحد. لا هو ادم واحد. لا اما ابو العلاء المعري بيقول فليت شعري هل ادم في منطق العقل واحد ام انه عند القياس اوادمه. ربنا يعيني يا جماعه الراجل ده متعب قوي. شوف الحقيقه ان شئت بقى ان شئت الحديث ان شئت الحديث تعال نتكلم على شيء نخرج به خارج اطار التفسير عشان نقدر نتخيل مساله. اتفضل بس ركز معايا في اللي هقوله. معاك. افترض ان ربنا سبحانه وتعالى خلاص بقى افترض ان القيامه قامت وحدث اهل الجنه دخلوا الجنه واهل النار دخلوا النار. تمام خلصت القصة. تمام. خلاص. هل المولى سبحانه وتعالى خلاص بقى هيتفرغ فقط حشاه يعني لإطعام هؤلاء ولتعذيب هؤلاء إلى أبد الآبدين؟ لا مش عارف مش عارف. هو الحقيقة الآيات القرآنية تناصر الرأي الذي يقول أنه سيأتي بخلق جديد. وهو دوت اللي في الثنايا التهديد بيقول لهم على فكرة مش انتوا الفلتة يعني إيشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. يقدر ولا ما يقدرش؟ يقدر سبحانه. طالما يأتي بخلق وما جديد وما ذلك على الله بعزيز. يعني هل من الممكن تعال نتخيل كده يا دكتور محمد، هل من الممكن أن بس مش بني أدمين بقى وليه لا؟ ولأنه أدم وذريته خلاص تم حسابهم يعني. طب دي هذه مرحلة في عندنا احتمال، عندنا كذا احتمال. ممكن يجيب ادم تاني وذريه تاني. ايوه يرحم والديك هو كده الكلام. يبقى اول احتمال ممكن يجيب ادم جديد وذريه جديده الله اعلم لما لا، هل يعجز الله ذلك؟ ادي احتمال. الاحتمال الثاني انه قد ياتي بخلق جديد يختلف عن الخلق البشري ويكون عنده تركيبه جديده او اوبشن مختلف او فهم مختلف. طب في ايه بقى حضرتك هو خلق الملائكه يعني لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون والبشر بيختار، وخلق كل شيء وله ايات وصور وهذا يدل على طلاقه القدره، ما الذي ايه اللي فاضل تاني عشان ربنا يجيبه يعني؟ كل يوم هو في شان يا دكتور، كل يوم هو في شان. بيقولوا سيدنا علي فيما كان ربك وفيما اصبح قال امور يبديها ولا يبتديها. يعني اصل خد بالك القصه كلها، هل الخلق عند الله يتوقف عند ابداع ما؟ لا. لذلك ربنا بيقول ايه؟ بص الايه بقى الابداعيه هنا بقى التي جاءت بالفعل المضارع والخيل والبغاله والحميره لتركبوها وزينه وايه؟ ويخلق ما لا تعلمون. والمضارع التجدد والاستمرار باستمرار. بالظبط. يبقى اذا حكايه الخلق والتجديد يعني انا اجزم ان احنا في الكون بس احنا مش هنعرف عنهم الخلق الجديد. مش بالضروره. ده بيخلينا نسال فضيلتك هل كل الملائكه ربنا كلمها في حوار خلق ادم ام طائفه معينه من الملائكه؟ رايين عند العلماء رايين ان دي طائفه من الملائكه. والراي الثاني بيقول ان كل الملائكه خطبت بهذا الخطاب التكليفي التكريمي من الله سبحانه وتعالى. انما اللي انا عاوز استوقفني قوي
ان مسألة الخلق او الابداع في الخلق مش متوقفة على علم حضرتك او معرفة حضرتك. انت الخلق ده مش متوقف على علم حضرتك ولا لا خالص مطلقا. اذا كان الخلق ما كانش متوقف على علم الملائكة لما قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما مش عارفين اللي انت جبته ده. الملائكة بتقول له سبحانك لا علم لنا يا اخي ده ويمكن الملائكة المأمورين بصيانة او تعمير الارض او لانه ادم هيبقى في وسطيهم يعني هم مسؤولين عن ادم حعوم على عومك وبالتالي حملة العرش مثلا ما يعرفوش حعوم على عومك اذا كان حملة العرش ما يعرفوش هعرف انا اذا كان حملة العرش اتفاجئوا بمخلوق جديد انت مستغرب ليه لو انت اتفاجئت بمخلوق جديد ده انا بس عاوز اسالك سؤال مهم جدا اهل الجنه هيدخلوا الجنه ومش عارفين اللي جاي ايه الظاهر ان ده شيء من الاشياء التي يحبها الله ان ياتي بالله. بما يدهش العقول وبما ياسر النفوس وبما يذهل العيون اهل الجنه بيقول لك كلما رزقوا منها من ثمره رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. وتطلع المفاجاه ان مش هو واتوا به ايه متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون فسبحان المبدع المصور كل يوم هو في شأن الذي يظهر ما كان مخفيا من قبل الذي يبدع أمره بين الكاف والنون لا تدرك الحواس ولا يعرف بالقياس ولا يقاس بالناس وكل ما خطر ببالك فالله أكبر من ذلك ورجعنا مرة تانية أعزائي المستمعين في كل مكان وراديو 90 لعلهم يفقهون نحن هنا في ضيافة صاحب الفضيلة العالم العلامة وسطة عبد العلماء فضيلة الشيخ خالد الجندي تليفوننا 2-18-10-866 SMS 199 شيخنا مرحبا بفضلتك مرة تانية أهلا وسهلا مرحبا الله يخليك ويغفر لك ويعفو عنا وعنك يا رب ولك مثل وزيادة إن شاء الله وإحنا بنتكلم في قصة آدم عليه السلام اللمسات البيانية وروائع البيان الموجودة هنا الله سبحانه وتعالى أخبر الملائكة أنه جعل في الأرض خليفة نعم قالوا أتجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك ما الذي أخبر الملائكة أن آدم سيفسد ويسفك الدماء في الأرض الحقيقة فيها خمسة أوجه عند العلماء نتعلم خمسة أوجه الوجه الأول قيل أن الملائكة علمت ذلك من جملة محذوفة دل عليها السياق يعني وإذ قال ربك الملائكة إني جاعل في الأرض خليفة سيفعل كذا ويأكل كذا وتقوم بينهم الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية ويستخدم القنابل النووية ويعملوا كذا وعدد القتلى هيبقى في أول سنة كذا خليفة من شأنه كذا وكذا يعني فحكى ناس تعبد وناس قص عليهم قص على الملائكة كل الهيستوري أو التاريخ بتاع آدم وأولاده إلى يوم القيامة فبعد ما خلص الملائكة قالت ياه أتجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء يا للعجب يا للعجب يا للعجب لابد أن هناك حكمة لا نعلمها أو علة لا نعرفها ده رأي ده الوجه الأول التاني. الوجه الثاني أو الرأي الثاني كيف علمت الملائكة قالوا أنه الملائكة قالت هذا على سبيل التخمين والتوقع لأنها علمت أن ذلك المخلوق سيكون مختارا ولديه إرادة وشهوة هي الملائكة لها عقل نعم لها عقل يعني تفكر؟ نعم ولكن ليس لها اختيار علم الملائكة علم توقيفي تفكر فيما جبلت عليه وفيما خلقت له أمال لا تستطيع الملائكة أن تسبح إلا إذا فكرت في ضعفها وقدرة الله في عجزها وكمال الله بديع هذا التسبيح إذا لم تدرك الفارق بين قوتك وقوة الله ليس تسبيحا في الحقيقة ولا حمدا ولا خلافه فالحقيقة المدهش في المسألة إن الملائكة الفرق بين الملائكة والجن والإنس إيه؟ الملائكة علمها علم توقيفي الجن علمه استنتاجي البشر علمه تراكمي تمام عرفت فضلتك إن في علم الملائكة وفي علم للإنسان نعم وفي علم الإيه كمان؟ علم الجان علم الجان علم الجان علم استنتاجي لما بيحصل بيعرفوه ما تمام. حصلش ما بيعرفوش ما دلهم على موته إلا إيه دابة الأرض تأكل من سأل فلما خر تبينت يبقى اكتشاف الجن الخطير
علم استنتاج ما مش ما بيعرفش غيب ولا حاجة يعني. لا غيب لا ايه غيب ايه قال لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب. الرجل بتاع الجن بيبقى المعاون مباحث طلع له على السلم الجن مش واخد باله. ده الهدهد اللي قد الكف عرف مملكة سبأ والجن رايح جاي عليها 6000 سنة ما عرفش دي ايه. طيب انا كده خدت وجهين من فضيلتك بخصوص تجعل فيها ما يفسد فيها. انه ربما يكون حصل حوار والملائكة لما ربنا قال الملائكة بس ده اللي اول ملائكة استنتجت أيوة. وده يحتمل السياق برضو الوجه الثالث ايه بقى؟ الوجه الثالث ان الملائكة كانت قاست جنسا على جنس بمعنى ان كان فيه اجناس قبل ادم في الارض اجناس من الجان مثلا بدلالة قوله تعالى والجان خلقناه من قبل من نار السموم بس كان مستوطنين الارض ايوه بدلالة وده اللي ذكره الإمام ابن كثير وأفرد له في البداية والنهاية نصف مجلد لوحده يعني. هم قالوا جن وجان وبن أنا دول كانوا سكان البن يعني. دي ماليش دليل عليها لكن هو جن وجان. طب إيه الفرق؟ الجان والاتنين مكلفين طبعا دول يعني عندهم رسالات عندهم طبعا احنا اتفقنا مع بعض بص 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 العلاقة بين الله والمخلوقات ايه؟ المخلوقات كلها مكلفة تمام والله تمام. مكلف سليم. المخلوقات المكلفة بتنقسم الى قسمين أيوة. مكلفة اختيارا ومكلفة اجبارا تمام. احنا الكائن الوحيد في الكون المكلف اختيارا وصلت جميل يبقى كل جديع. الكون كله مكلف بس الجن اذا كان في جن ما هو مكلف اختيارا برضو لا كان مكلف برضو اجبارا ولكن اما الابليس كيف زي ما هياتي كيف فسق عن امر ربه هنا بقى العلماء بيقولوا في الحته دي حاجه من الاثنين بيقول لك انه ما ياتيه استنتاجا فهو فيه مختار اللي بيعرفه بعد كده زي وان كنا نقعد منها مقاعد للسمع فهو اصله اجبار فياتيه معلومه من المعلومات او وحي من يسمع عنه شيء ما يكونش عارفه قبل كده فهو في الحالة دي الجديدة بيبقى فيها مختار إما أن يستجيب أو لا يستجيب زي ما في سورة الجن يقول لي إن سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا ولو تلاحظ في السورة يقول وأن ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كاذبة يعني هم المعلومات بتاعتهم التي ينجم عنها العبادة لا تأتي إلا بوحي طب إذا كانوا مكلفين اختيارا أجبرا مثلنا لما تناحروا لما أفسدوا لما سفك بعضهم دماء بعض لأنه قلت لك المعلومة التي تأتيهم بعد العلم الذي لديه اللي هو العلم الاستنتاجي لهم الاختيار في تركها أو العمل به بدليل إن هم فالملائكة قصد تصرف الخليفة الجديد على القديم اللي كان على القديم اللي كان موجود يعني احنا مش أول خليفة في الأرض إذن إذا كان تقصد بالخليفة يخلف عن الله احنا أول خليفة إذا كنت تقصد خليفة يخلف عن غيره إحنا مش أول خليفة وقدام مننا قدام مننا جن خلفناهم موجودين في الأرض علشان كده الملائكة قاست جنسا على جنس قالت الله تاني الأرض دي اللي بيجي فيها بيفسد فيها ويسفك الدماء تاني حنطهر الأرض منهم تاني كأنما كتب على الأرض أن تكون مأوى للتكاليف أو العباد المكلف الله أعلم دي أوجه أو ثلاث أربع أوجه من ونحن نسبح بحمدك وتجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء وقد يكون هناك مخلوق غير جن احنا ما نعرفش عنه حاجة مش أنا وانت في بداية أو في نص الحلقة قلنا انه هل تعتقد انه خلاص ربنا سبحانه وتعالى هيتوقف عن الإبداع حاشا لله طبعا بعد ما أهل الجنة دخلوا الجنة وأهل النار دخلوا النار ربنا توقف لا ويخلق ما لا تعلم يخلق بقى الفعل في تجدد واستمرار زي ما قدرت تتخيل حاجة زي كده ليه مش قادر تتخيل مخلوقات قبل آدم منطق سليم أحسنت الله. كان في مخلوقات فسدت وسفكت الدماء يبقى كده ممكن بس راحوا فين بقى في الجنة وفي النار وبالتالي يعني دي مش أول قيامة اسم الله عليك يبقى هل الله. القيامة واحدة الله. ولا قيامات متعددة هو ده السؤال بقى الأمر لا يستحيل عقلا أن تكون هناك أكثر من قيامة في الوجود إيه المانع إيه المانع ما فيش دليل وهذا أمر غيبي أحتاج إلى نص قطعي الدلالة قطعي الثبوت بنقسمه لثلاث أقسام تفضل الاستحالة والوجوب والجواز طيب بالمثال يتضح المقال يعني لو قلت لك إن في مثلا إيه عذاب قبر واحد بينكر واخد بال حضرتك وبشده فنقول استنى اهدى بس انت بتنكر بتشنج ليه
هو لازم يبقى في عذاب قبر؟ يقول لك لا طبعا مش لازم. اقول له خلاص ادي واحده. طب الثانيه مستحيل يبقى في عذاب قبر؟ لا وارد. وارد. يبقى في الجواز. طالما في الجواز لا تنفعل في الاثبات ولا انفعل في النفي. جميل سليم. خلاص الامور بقت درون كده، بقت التعادل. تعادل. لا انت تتحمس للاثبات ولا نتحمس للنفي. طالما في مرحله الجواز اتخر لي شويه. بس يبتها نص بقى. نعم فندم. يعني يقطع فيها او يجزم فيها نص. طب ايه رايك ان النصوص بتؤيد هذه النظريه؟ طب في نصوص بتقول ان في ايامه قبل كده. ال 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 القيامة، هو ربنا لم ينص ان القيامة قيامة واحدة، ده قال يوم يقوم الايه الناس لرب العالمين. طب احنا مش ناس ممكن على التغليب تأخذ على التغليب. انت مجازاتك اللغوية هي اللي عملت كده. انما ممكن يكونوا مفيش في كائنات، بس مش ناس. مش ناس يقومون لرب العالمين. وكلمة الناس هنا قال عهدية ولا جنسية؟ انت خدتها ليه انها جنسية؟ الله. منطق لغة. يوم يقوم الناس البشريون الذين وجدوا في الأرض في هذه الحقبة أو في هذه الفترة. بس إن الله عنده علم الساعة. علم ساعة، ما فيش ساعات يعني. الخاصة بيكم أنتوا، الخاصة بتكلفكم أنتوا، لما لا يحتمل الأمر هذا الكلام؟ تمام. وبعدين طب تعالى بس نتكلم في حاجة أهم وأخطر من كده. هو الحقيقة اللي ممكن يبقى الحديث في الجنة والنار اللي موجود، بس ربنا هيجيب الموت ويذبحه شيخنا بعد كده، يعني مش هيبقى فيه حاجه تانية خالص بالنسبه للكائنات البشريه. مش صح؟ وياتي بالموت ويذبحه، خلود بلا موت، ودول خلود بلا موت وخلاص. بالنسبه لمين؟ ليه للعالم بتاعنا ده. شوف عالم الشهاده في عده اطلاقات. مش ربنا قال كل من عليها فان؟ صحيح. صح. طب مو الملائكه ما بتفناش، مو ابليس ما بيفناش. أنت من المنظرين بقى إلى يوم الوقت المعلوم، يعني يبقى مستثنى من كل من عليها فان. سليم. الله. شوف انت قدرت تسوغ المسألة ازاي. سليم. محملة العرش موجودين، حيموتوا امتى؟ حيموتوا عندما يفني الله عز وجل الكون بإرادته ومشيئته. وخلاص تمام. انما الموت محملة العرش هيموت. كل نفس ذائقة الموت. اشمعنى استثنى ابليس منها اهو، واستثنى الملائكة منها؟ لأنه الإبليس طلب انظرني إلى يوم يبعثون. طب مو حيذوق الموت برضه، ولكن المراد أنه سيذوق الموت في يوم الساعات عندما يقرر الله ذلك، عندما يشاء ربنا ذلك سبحانه وتعالى جل وعلا. عموما طيب. احنا عندنا تخريجات للمسألة. الملائكة عرفت منين ان المخلوق ده هيفسد في الأرض؟ اول احتمال عندنا ان الملائكة سمعت قصة هذا المخلوق وتم حذف الجملة لدلالة السياق عليها. تمام. اثنين. الاحتمال الثاني، الملائكة خمنت ده، قدرت ده، توقعت ده. الاحتمال الثالث، في خلق قبل كده، ان في خلق قبل كده. طب والاحتمال الرابع؟ الاحتمال الرابع انه الملائكة اطلعت على اللوح المحفوظ. هل من الممكن ان تطلع؟ وهل هذا مصرح لها؟ ولما لا؟ يعني خصيصة بعض الملائكة طوائف. يعني في آيات قرآنية. مش منهم العليين مثلا هذه طائفة من الملائكة؟ ولما لا؟ منهم عاليين. ولما لا؟ ربنا هو بربنا بيقول لإبليس، لأن أنا مصر إن ربنا كلم الملائكة في الأرض فقط، اللي هم اللي آدم هيشتغل معاهم. استكبرت يعني. أم كنت من العالين؟ آه. إنما الكتاب الذي لا تطلع عليه الملائكة. نعم. الأم الكتاب، يمحو الله ما يشاء ويثبت. وعند الكتاب غير اللوح المحفوظ. ايوه طبعا. وده الكلام ده ذكره ابن القيم رحمه الله. قال لك ان في ام الكتاب ادي واحد، وبعدين اللوح المحفوظ ادي اثنين، وادي مواقع الغيب اللي هي في سماء الدنيا ادي ثلاثه. طب نتوقف هنا، ناخد اخونا ابو سفيان. يلا. الو. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. ربنا يبارك فيك والله، قسما بالله ربنا يبارك فيك يا دكتور محمد. كرمك الله. ربنا يبارك فيك. الله يرضى عليك. اقول بس ان احنا اقاربك من الاسماعيليه، من نفس العائله. ما شاء الله. والله ربنا يرضى عليك، اكرمك الله. كنت عايز اسال سيدنا بقى، اقول له حاجه. هو دلوقتي انا خريج تاريخ. نعم. ودراستي يعني 15 سنه حديث، بدرس علم الحديث. الله 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 الله. ما شاء الله. انا لما اجي اطبق يا سيدنا ما تعلمت في الحديث على كتب التاريخ، ثلاث ارباع التاريخ كده ان شاء الله مش ماشي معايا خالص. دي اول مساله. المساله الثانيه، انا والله وانا في العربيه لما حضرتك ذكرت قول الله عز وجل لاهل النار ذق، وربنا فخامه الكلام
والكلام الجميل دوت، واجي في اروح الاقي الفيسبوك كله بيلقح على بعضه، اقول يا سبحان الخالق، الله عز وجل يتكلم مع اهل النار ده كذا. والفيسبوك كله تلقيحات بوستات، ودي تقول لك، كل واحد يقول لك انا ما اقصدكش انا اقصد ناس تانية، وده يقول انا ما اقصدكش ده صار اقصد ناس تانية، وكل واحد شاغل نفسه بالبوستات. وده حال المسلم. دعوه من الشيخ ان الفيس يتقفل، لا ناس يسيبوا الفيسبوك ويروحوا يشوفوا حاجه تانية، ويكلمني على موضوع التاريخ اعمل ايه في موضوع التاريخ، يعني كلام التاريخ والحديث مع بعض عنه. نعم شكرا. السلام عليكم. شكرا جزيلا. اتفضل شيخ. هو الحقيقه هو التاريخ مع احترام الكامل، اقول لك على معلومه غريبه شويه. اتفضل يا ريت. بس ما يزعلش مني اخويا الكريم الحبيب وكل المتخصصين في علمه يعني. نعم. هو اكذوبه، اكبر اكذوبه شهدتها البشريه التاريخ، علم التاريخ. الحقيقه يعني لانه التاريخ ما فيش تاريخ محايد. التاريخ بس لو خدناه بالقصص، قصص عبرة زي ما ربنا قال. القصص يعني شيء والتاريخ شيء. ربنا سبحانه وتعالى ما بيحكي لناش تاريخ. امال ده قصة سيدنا ابراهيم وسيدنا ادم اللي بنتكلم فيه دي، دي دي ده اسمه قصص مش تاريخ. ايه الفرق بقى؟ التاريخ هو المقارنة الفعل بزمن. القرآن ما بيقارنش فعل بزمن ابدا، لانه لقد كان في قصصهم ايه؟ عبرة. عشان يبقى عبرة لابد ان يكون الحدث لا زمان متكرر ولا مكان، متكرر في كل زمن. احنا كلنا ادم، كلنا ادم واحنا بناكل من الشجرة، كلنا ادم واحنا بنعصي، كلنا ادم واحنا زعلانين وندمانين، احنا كلنا ايوب لما بنعيا، كلنا يعقوب لما بيفقد ولده او بيصاب بمصيبة، كلنا مريم لما بتفاجأ بكلام الناس بغير حق واتهامهم بالباطل، كلنا زكريا في إحساسنا بالوحدة، كلنا سليمان لما بيحصل عندنا ملك وبنخاف ان احنا نفتن، كلنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم واحنا خارجين، في كلنا موسى واحنا خارجين مطاردين، كلنا موسى وبنساعد فسقى لهما ثم تولى الى الظل فقال ربي اني لما انزلت الي من خير فقير، كلنا يوسف وقد عصف بنا عواصف، عصفت بنا عواصف الغدر وتخلى عنا الإخوة وتخلى عنا الأهل، كل نبي يمثل حالة بشرية خالية من التاريخ. إنما الغريب اللي العلماء لاحظوه إن الفجوات زمنية رهيبة جدا داخل القصة ذاتها. تمام. إيه اللي حصل في السجن مع يوسف؟ السنوات دي كلها تعرف عنها إيه؟ فجوة زمنية. مش حاجة صحيح. فجوة زمنية. ايه اللي حصل ليعقوب اثناء غياب يوسف؟ فجوة زمنية. سليم. ايه العشر سنين اللي خدم فيها سيدنا موسى ابو الفتاتين عشان يدفع المهر بتاع البنت اللي اتجوزها الست الفاضلة؟ فجوة زمنية برضه. فجوة زمنية عشر سنين بقول لك، ده انا بكلمك عن عشر سنين. الفجوة الزمنية دي اتقصت وفوجئنا بموسى بالحدث على جبل الطور. هو ومعاه سارة باهله، فلما قضى موسى الاجل. ايه ده؟ يعني ايه اللي حصل في الفترة دي؟ يعني ده مش تاريخ، ما ينفعش نقول على قصص القرآن تاريخ. تاريخ فين بقى؟ ما ينفعش حضرتك ما تقول لي انت تاريخ فيه. عشان كده بيتكلم بيقول على فكرة يا جماعة، نعم يا رب، قال ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض الله ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين. مش عاوز اقول مين المضلين بقى، بس فعلا ده هو واحد بيقول في التاريخ، انما هي اباطيل ازينها لكم طلبت من قبل الملك أن أكتبها وأنمقها. طب قول لي بقى بالله عليك، اللي بيكتبوا التاريخ ده واحد زي الجبرتي ابن الثغري واردي فوكوياما، بس احنا كده نحن في التاريخ الإسلامي شيخنا يعني. اسمه أليكسس كارلل. اسمه ايه بتاع حضارة، بتاع قصة الحضارة دوت، ويل ديورانت. تمام. هم دول ايه؟ مش بشر. طب ما عندنا ابن كثير والقرطبي حتى ابن كثير والقرطبي يعني. اوكي اتفقت. مش دول يعني بشر؟ صحيح. نظرتهم للتاريخ غير محايدة. المسلم حيفسر التاريخ بما يتوافق مع دينه الإسلامي. النصراني حيتوافق وكذلك اليهودي كذلك. وبالتالي التاريخ غير محايد. التاريخ منهج متعصب. يعني انت لو بصيت للحملة الفرنسية بنظرة إسلامية هتلاقيها الحملة دي وحشة وقيخ وعملت وعجي، هتشوفها بنظرة غربية الحملة دي كلها فتح وعلم واكتشاف أثار وما عرفش ايه.
لو بصيت مثلا للتاريخ الفرعوني كما كتبه الفراعين الخاصة بيهم لما كتبه الفراعين يا سلام ده رمسيس ده اللي عمل واللي سوى لو شفت بقى ان فرعون علا في الارض وجعل عليها شيعا بنظرة اهل التوحيد حتى لذلك التوحيد يعني نكمل في حلقة جاية بقى ان شاء الله. انا استمتعت جدا 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 صاحب الفضيلة بالحوار ده بجد اضافة حقيقية بالنسبة لي لقاء حضرتك وسام على صدري فعلا الله يوسع عليك ومحرمنا منك والدين نعمة وجودك في البرنامج مذيع ومحاور ومشاغب قربك شرف ربنا يبارك فيك شكرا فضلتك وزادك الله علما وعلمك من لدنه علما مستمعين الكرام وفي النهاية دائما تبقى كلمة أنا سعدت جدا 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 بهذا اللقاء الجميل على راديو 90 90 لعلهم يفقهون في صحبة شيخنا وحبيبنا صاحب الفضيلة العالم العلامة وسطة عقد العلماء فضيلة الشيخ خالد الجندي وتبقى كلمة نجملها في قول القائل أيا من ليس لي منه مجير بعفوك من عذابك أستجير أنا العبد المقر بكل ذنب وأنت السيد المولى الغفور فإن عذبتني فبسوء فعلي وإن تغفر فأنت به جدير أفر إليك منك وأين إلا إليك يفر منك المستجير.